السلام عليكم شباب، معكم أسامة غزال. اليوم بدنا نتحدث عن الـ Options Menu أو Overflow Menu، نوعها Checkable. إحنا المرة الماضية حكينا عن المنيوز اللي نوعها مش Checkable اللي هي العادية. اليوم بدنا نخلي للـ Items هدول Check Boxes، كيف نختار Multi Select وكيف نختار Single Select. يعني كيف نختار، احنا نخلي المنيو عبارة عن تشيكابل، نختار وحدة من التشيك بوكسز، او كيف نختارها مالتي سيلكت او اول سيلكت، انك تختارهم كلهم او تختار. وكمان كيف نعمل نسوي ديزاين للمنيو عن طريق الديزاين مش عن طريق الاكس ام ال. اوكي، اول اشي بنروح على الريسورسز، نعطيه على الريسورسز رايت كليك نيو، نعطيه اندرويد ريسورس دايركتوري، نختاره هون منيو، وهي اوكي. صار في عنا هون فولدر اسمه منيو في قلب الريسورسز. عنا هلا رايت كليك، نعطيه نيو منيو ريسورس فايل. شو بدنا نسميه؟ بنسميه ماي منيو. اوكي، وهي بنعطيه اوكي. هلا انشأنا منيو. احنا في حلقة سابقة سوينا فيديو على تول منيو او اوبشنز منيو، وشفنا كيف بنسوي ديزاين لهاي المنيو عن طريق الاكس ام ال باي كودينج. اليوم بدنا نتعلق، طبعا انا ححط لكم رابط الحلقة هاي في الديسكريبشن تحت اذا حد يحب يرجع لها. اليوم بدنا نتعلم كيف نبني المنيو بالديزاين مش بالاكس ام ال. فاحنا بنقدر نقول له هون ديزاين اوكي، وخلينا نصغر هاي شوي هيك، وهاي ننزلها، وطلع لنا هلا الديزاين تايم. بدل ما نكتب احنا كودينج في الاكس ام ال عشان نصمم المنيو، بدنا المره نسويها مباشره على الديزاين. هلا انا بدنا نسوي احنا تشيكابل منيو، اللي هي المنيو اللي فيها تشيك، لأنه في الحلقة الماضية احنا سوينا منيو من غير تشيك. هلا بدنا نسوي تشيك منيو تشيكابل عليها تشيك. نيجي نسوي جروب، هذا الجروب نحكي له هون التشيكابل بيهيفير، نحط له سنجل، وعشان نشوف شو الفرق بين سنجل وبين اول. اوكي، هلا جوا الجروب هذا بدنا نحط منيو ايتم، هاي منيو ايتم، وهي كمان منيو ايتم، وهي كمان منيو ايتم. اول منيو ايتم بدنا نسميه التايتل تبعه، بدنا نحكي له بلو، والثاني بدنا نحكي له ريد، والثالث بدنا نحكي له اسمه، خلينا نحكي له شو في الوان عندنا، جرين. اوكي، هلا هذول حطيناهم بجروب، وكل الجروب هذا عرفناه انه تشيكابل بيهيفير ونوعه سنجل. طيب البلو هذا شو بدنا نسميه؟ نعطيه اي دي، نعطيه سي اتش كي بلو، والريد الاي دي تبعه سي اتش كي ريد، والجرين نعطيه سي اتش كي جرين. تمام، سمينا كل واحد شو بدنا نسميه. هلا بنيجي على المين اكتيفيتي. لاحظوا احنا الاكتيفيتي المين الرئيسيه هي ما سوينا فيها ولا شيء، حتى هاي الهالو ما بدنا اياها. اوكي، طيب هلا احنا نيجي على المين اكتيفيتي. في المين اكتيفيتي اول شيء بدنا نسوي له، بدنا نسوي اوفررايد على فانكشن اللي هو الكرييت اوبشنز منيو. نعطيه اون كرييت اوبشنز منيو، وبنسوي له انفليتر، بنسوي انفليت للمنيو اللي احنا عملناها هاي الماي منيو. طبعا هلا هي لحالها سوت اكس ام ال فايل، بنسوي لها انفليت في قلب المنيو تبعتنا. فبنيجي بنحكي له هون
منيو انفليتر دوت انفليت، شو بدنا نسميها؟ نحكي له ار دوت منيو دوت، شو سميناها؟ احنا سميناها اوريدي ماي منيو، تمام؟ فاصله بدنا نحطها في المنيو اللي هي هذه المنيو. اوكي، طيب هلا بدنا نيجي نحكي له الشرط، انه احنا اذا اخترنا هذا الاوبشن شو يسوي. فبنحكي له وين، بدنا نحكي له برضه اوفررايد للسيلكتد، للايتم سيلكتد. فبنحكي له هون اون اوبشنز ايتم سيلكتد. اوكي، هلا بدنا لازم ترجعنا للريتيرن فاليو بولين، بدل ما احنا نحط على وحده وحده ريتيرن، نعطيه من هون على طول ريتيرن وين. وين شو؟ الايتم دوت ايتم اي دي، وهون عشان النال فاليو نعطيه علامه استفهام، وبنفتح قوس اللي هو القوس هذا مربع ماله هذا، ليش اعطاني من اوكي؟ لازم نعطي ريتيرن لانه هلا في حال اذا كان الار دوت اي دي دوت ايتم دوت سمينا احنا سي اتش كي بلو، في حال كان بلو ايش بده يعطينا؟ خلينا نحط احنا هون في الاكتيفيتي مين، نحط له تكست، هاي التكست بدنا نربطها هيك وبدنا نربطها هيك وبدنا نجيبها هون، وخلينا نحط له التكست سايز عشان تطلع كبيرة شوي، كبرها ل 24 او 30، وبدنا نحط في قلبها بدنا نسميها تكست فيو 1، وبدنا نكتب في قلبها أسامة غزال. وخلي التكست ستايل نعطيها بولد. خلينا نشوف شو بدنا نعمل احنا. بدنا في حال اذا كان التشيك بلو بدنا نحكي له تكست فيو 1.set تكست كلر بلو، خلينا نقول كلر دوت بلو، وهلا لازم نعطيه اي بلو دوت الت انتر، او انتر هو لحاله بيجيبها. طيب في حال اذا كان الار دوت اي دي دوت سي اتش كي مش بلو جرين، شو بده يعمل؟ ننسخ هذا، خلينا ننسخ هذا كله هيك كوبي نحطه هون، وهذول كوبي نحطهم هون، وهذه الجرين نحكي له هون جرين، وهون حكينا نحكي له اخر وحده اللي هي الريد نحكي له هون ريد. اوكي، اخر اشي شو بدنا نعمل له؟ بدنا نعطيه else هذه الريتيرن، هاي هون بتيجي نعطيه else return سو برضه options. اوكي، اذا احنا حكينا له في الايتمز هيها، اذا كان لونها بلو حطها بلو، اذا احنا اخترنا جرين حطها جرين، اذا بريد حطها ريد. خلينا نشغل ونشوف شو بده يعطينا. اوكي، نيجي نكبس هون، هاي طلع لنا بلو ريد جرين، نحكي له بلو هاي صار لونها بلو، لاحظوا هون ما سوى تشيك، ما اعطاك تشيك. هون بدنا نيجي نحكي له هون اللي هو الايتم دوت از تشيكد ايكوال نوت ايتم دوت از تشيكد،
ونفس الشيء هذول كلهم. عشان إذا كانت تشيك تصير مش تشيك، وإذا كان مش تشيك تصير تشيك. وهون نيجي نحكي له if item dot is checked إذا نسويه بلو، إذا مش تشيكت خلص، إذا ايتم از تشيكت إذا نسويه بلو. وهون نفس الشيء بدنا ننسخها، وهون بدنا ننسخها. نيجي هلا نشغل، لاحظوا هلا هي ريد سواها ريد وخلاها تشيكت، جرين سواها جرين وخلاها تشيكت، بلو سواها بلو وخلاها تشيكت. اذا هيك احنا ثبتنا التشيكت لما حطينا له انه الايتم دوت از تشيكت يساوي نوت ايتم دوت از تشيكت، وحكينا له اذا اف اذا هذا كان تشيكت ذن اعمله بلو، اذا كان تشيكت ذن اعمله جرين. اوكي طيب في طريقه اخرى. هلا ايش الفرق بين السنجل في المنيو اللي حكيناها هون في الجروب سنجل، ولا كانت اول؟ في السنجل بيسمح لك تختار واحدة من هذول من المنيوز، اما في الاول بيسمح لك تختار كلهم. يعني خلينا نحطها هون اول، ونيجي لهون ونعمل له كالتالي. بدل ما نعطيه هون بلو بنعطيه التايتل، وهذه checked color text، وهون بنحكي له التايتل color the text، وهذه نقول له بدل chk red بنحكي له chk color background الـ ID والـ title color background، تمام؟ والثالثة هي بنفس الشيء، سامحني. هيدي تمام؟ هلا نيجي لنرجع للأكتيفيتي نفسها. نيجي بنغير بهدول، بنقول له إذا كان الـ color text نحكي له إذا كان is checked then set color text خليها blue، وإذا كان chk color background إذا اعملنا set background color خلي لنا إياه خلي green. طيب هون في حال إذا كان ال checked مش checked نعطيه else وهون نعطيها بدل بلو نعطيه بلاك، وهون الباك جراوند else نعطيه وايت، وهذه خلصنا ما بدناش اياها. إذا حطينا له إذا كان إذا قلت له لون لي التكست، إذا التكست سويه أزرق، إذا ما تلو إذا ما تلونه إذا بخليه يرجعه بلاك، وإذا لون لي الباك جراوند بخلي الباك جراوند خضراء، وإذا ما تلونه يرجعها بيضاء. خلينا نشغل ونشوف كيف. نيجي لهون نحكي له color the text هي لونها، شيل الكلر ذا تكست رجعها اسود، كلر باك جراوند لونها، شيل الباك جراوند رجعها، كلر ذا تكست لونها وكلر ذا باك جراوند لونها. يعني انا هون اخذ معي تو تشيك، تشيك على الاولى وتشيك على الثانيه. في الاولى ما سمح لناش الا يسوي تشيك واحده فيهم، هون لا بسمح لي لو كان عندي 10 ايتمز انك انت تختار العشره مع بعض. هون كانها انت بتفعل اوبشن اوبشن. إن شاء الله تكون الأمور واضحة.
إذا عجبكم الفيديو سووا لايك وسووا له شير، وما تنسوا تسووا سبسكرايب إذا مش مسوين سبسكرايب. الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.